مش عارف اقول ايه. مصر كلها بتنعي قداسة البابا، لان هو مش بابا الاقباط بس، ده بابا مصر كلها. وانا عن نفسي منذ ان وجدت الحياة وجدت هذا الرجل الذي كان على عاتقه حمل لا تطيقه الجبال. احنا طبعا حزينة وزعلانين جدا، لان هو احنا فقدنا اب وراع علينا، واحنا بنقول ربنا ينيح نفسه في فردوس النعيم. البابا شنودة ده كان بابا لكل المصريين مش للأقباط بس، وكان وطني ومحدش يقدر يشكك في وطنيته، وكان بيشارك المسيحيين وكان بيوقد الفتنة حتى في أحلك الظروف. لما كان بيبقى في ظروف فتنة كان بقدر الإمكان كان لإما يعتزل في الدير ويروح في الدير يصلي، لإما ياخد قرار إن هي بالتهدئة. ما كانش طبعا بتاع فتنة ولا الكلام طبعا المغرض اللي كان بيتقال. احنا بنقول للشعب المصري ان احنا ما فقدناش البابا شنودة، بالعكس ده احنا بنشكر ربنا ان احنا هنعيش زيه زي ما هو عاش في العالم كله، لان مسلم ومسيحي بيشهد لحياة قداسة البابا شنودة. وبنقول للشعب كله احنا بنحب البابا شنودة، بس في الاول والاخر احنا لنا ربنا. انا حزين جدا قوي على وفاة البابا، وحزين قوي، والشعب المصري كله حزين، كله حزن، كله مسلم ومسيحي كله حزين على البابا.